تعد دار المخطوطات الإسلامية والمقامة في الجامعة القاسمية بالشارقة من أبرز الصروح التي دشنت مؤخرا، وتكمن أهمية الدار فيما تحتويه من مخطوطات نادرة وقيمة تصل إلى 1500 مخطوطة. تفاصيل أكثر في سياق تقرير الزميلة سماح الشيخ. لأن المخطوطة ثروة لا تقدر بثمن، أنشئت دار المخطوطات الإسلامية هذه. الصرح القائم بحد ذاته ليكون نواة تضم بين جنباتها عشرات المخطوطات النفيسة، وأهمها وجود مجموعة نادرة من المصاحف المكتوبة بخطوط مختلفة، ومن بينها جزء من أقدم نسخة للقرآن الكريم يعود إلى القرن الخامس الهجري تقريبا. في مجموعة نادرة من المصاحف المخطوطة، من أقدمها مصحف كتب على العرق اللي هو الجلد من القرن الخامس الهجري تقديرا، جزء من المصحف وليس مصحف كامل، أيضا مصاحف مخطوطة أصلية بخط أشهر الخطاطين القدامى، وأيضا مصحف المنسوب لسيدنا عثمان رضي الله عنه، قام صاحب السمو حفظه الله بتصويره من النسخة الأصلية، صورة طبق الأصل للمصحف الأصلي ونفس مقاس المصحف الأصلي، يعني لدرجة أن من يراها يظن أنها المصحف الأصلي، وقام بتصويرها أكثر من أو حوالي 1000 نسخة تقريبا، وزعها على جميع المراكز العلمية والجامعات في جميع أنحاء العالم. 1500 مخطوطة تحمل بين طياتها مناحا فكرية وثقافية متنوعة، لهذا تضم الدار أقساما متعددة متخصصة، بحيث تحفظ المخطوطات بأشكالها ومضمونها وفق طرق علمية لمئات السنين. قسم الفهرس والتصنيف لدينا في دار المخطوطات الإسلامية يقوم بفرز وتصنيف المخطوطات الموجودة المعروضة على مرحلتين. المرحلة الأولى تكون فرز مختصر عبر بطاقات مختصرة لتحديد هوية وموضوع وعنوان كل مخطوط، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الفهرسة المطولة. الفهرسة المطولة عبر بطاقات تفصيلية مطولة يتم فيها وضع جميع معلومات المخطوط. يقوم الدار بإنشاء موقع إلكتروني فيه جميع هذه المعلومات ليتسنى للباحثين والمطلعين البحث عن أي معلومة من معلومات هذه البطاقات في مواقع الإنترنت أو عبر شبكة الإنترنت. كذلك سيتم إصدار فهرس مطبوع فيه جميع هذه البطاقات وهذه المعلومات. مخطوطات الدار تعد موروثا حضاريا وفكريا إنسانيا في غاية الأهمية، كونها ستخدم مختلف شرائح المجتمع من المهتمين والمختصين في المجال الإسلامي والفقه والعلوم وغيرها. أهمية هذه الدار أنها يكفي أول شيء أنها جمعت الكنوز التي أنتجتها قرائح أجدادنا وعلماء المسلمين السابقين في مكان واحد لتصير في متناول الباحثين والباحثات. الشيء الثاني أنها ستمكنهم من البحث العلمي بطريقة ميسرة وسهلة إن شاء الله. وإن شاء الله صاحب السمو وعدنا مشكورا بأنه سيقيم قريبا بإذن الله دارا للقرآن الكريم تعادل دار المخطوطات هذه، غير أن دار القرآن الكريم سوف تكون وقفا على كل ما يتعلق بالقرآن الكريم فقط. الحفاظ على المخطوطات يمثل حفاظاً على التاريخ والفكر واللغة، وعليه قامت فكرة إنشاء دار المخطوطات الإسلامية. هذا وتفتح دار المخطوطات الإسلامية أبوابها للجمهور من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.